لمدينتي صلاقطة سحر خاص يتمثل في جمال البحر وإرث تاريخي يجسد هذا المتحف الذي مثل نقطة نهاية لتظاهرة السباق على الطريق، وذلك على امتداد مسافة 5 كيلومترات انطلاقا من مدينة قصور السافة. هذه النسخة الثانية من دورة المرحوم يونس النجار، سباق على الطريق المسافة 5 كيلومتر، انطلاق كان من مدينة قصور السافة اتجاه مدينة صلاقطة. اختيار المكان مهم برشا، فيه الجانب الثقافي وجي الجانب الجمالي وفي الجانب الرياضي. بحثنا متحف صلاقطة معناها تبارك الله فيه ما شاء الله، وكيف كيف الميناء لهنا هاك تشوف المنظر البحر البانوراميك. أكثر من 300 مشارك أثثوا فعاليات النسخة الثانية من السباق، حيث قدم المتسابقون من مختلف الفئات العمرية ومن جهات متعددة من البلاد، كما مثل التظاهرة فرصة لبعض الرياضيين للتنافس والإعداد البدني. ما احلاها كدورة، ما احلاها كجرية، مزيانة، الواحد يحس روحه مازال ما كبرش بالنسبة للصغيرات. سعيد برشا بالمشاركة هذه، وقت اللي تقابلت مع وليدات صغار شباب وكهول فهمتوا سابقنا وكانت صبحية رائعة. عملنا 5 كيلومتر باهي من قصور السافة لصلاقطة. حبيت نستغل العطلة هذيا، حبيت نهار أحد قلت نطلع نعمل 5 كيلومتر باهي مش خايبين، منا نخدموا التا فيزيك نتاعنا ونتفرجوا شوية. هما أني أتليت الحقيقة، نعمل مسافات طويلة مستانسين بالجري هذا، والحقيقة مناسبة هذه إن شاء الله ديما تتعاود، عندها برشا إفي بوزيتيف على الأتليت. مش هذه المرة الأولى أنا نجري، فهمت برشا مرات جريت، فما جو، فما أمبيونس، فما لمة، فما فرحة، فما من النهوض بمدينة قصور السيف. سباق قصور السيف صلاقطة تظاهرات رياضية سياحية أظهرت أن الجهة تزخر بمخزون ثمين وجب العمل على استغلاله.